نمر إلى برنامج وزارة الصحة للتكفل بالأمراض النفسية. هذا العرض لن يقتصر على الـ على الـ على يعني تحليل أو نقاش البرنامج ديال وزارة الصحة كما جاء في الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012-2016، بل بالعكس غادي يكون فقط يعني مجرد تذكير لأهم النقاط التي جاءت بها الاستراتيجية، وسيركز بالأساس على مشروع نظر آخر وهو مشروع تكوين داخل إطار التكوين الطبي المستمر الذي نظمته جهة الدار البيضاء الكبرى. كما سبق وأن ذكر في العروض السابقة، الصحة النفسية والعقلية بطبيعة الحال مشكلة صحية حقيقية في المغرب، وهذا ما يفسر اهتمام الجمعيات بهذا الموضوع واهتمامنا في هذا اليوم بالضبط. 26% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وما فوق يعانون من الاكتئاب، هذه أرقام قد تم إدراجها لذلك لن أتأخر كثيرا. 200,000 حالة من نفس الفئة العمرية تعاني من الفصام، أي 1% من الساكنة العامة. 1.4% منهم مدمنون على الكحول، 2.8% مدمنون على المخدرات، مما ترتب عنه مشاكل ومعاناة اقتصادية واجتماعية وتهميش مجتمعي مع وصم الاستيغماتيزاسيون، وصم المرضى وأسرهم كما سبق الذكر. طبعا واقع الصحة النفسية بالمغرب كما لا يخفى عليكم يعاني من نقص في المراكز الاستشفائية الخاصة، ونقص أيضا في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وأيضا مهن أخرى تعمل في نفس المجال، نقص في الأدوية، وهناك 172 طبيب مختص فقط، 172 بسيكياتر مختص في القطاع العام، أغلبهم يعملون يعني 35.5% منهم يعملون في المراكز الاستشفائية بين الرباط والبيضاء، وهذا إن دل على شيء يدل عن عدم العدل في تمركز هذا التخصص. في بعض المستشفيات طبيب مختص واحد لأكثر من 320,000 مواطن، يعني الرقم مهول، وهذا ربما في جهة تطوان. هناك أيضا نقص حاد في عدد الممرضين المختصين. من إجراءات وتدابير وزارة الصحة حسب الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 كانت هناك مجموعة نقط كما سبق وأن ذكرت لن نطيل فيها كثيرا، منها مكافحة عوامل العنف، الوقاية من ظهور الأمراض، مكافحة وصمة المرض العقلي لاستيغماتيزاسيون دو لا مالادي مونتال، دعم البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية، تحسين التكفل بالأطفال والمراهقين، توفير الأدوية سواء من ناحية الكم أو النوع، صياغة قوانين جديدة خاصة بممارسة المهنة وحقوق المرضى. وهنا أريد أن أشير فقط إلى أن حتى القطاع الخاص يعرف نقصا حادا، وبالتالي فهو لا يمكن أن يعوض النقص الذي يعانيه القطاع العام، كما أن هناك مجموعة قوانين هي في إطار المراجعة الآن للسماح للأطباء المختصين في الأمراض العقلية بالممارسة بشكل أكثر حرية في القطاع الخاص. من الإجراءات والتدابير التي سعت إليها وزارة الصحة نقطة مهمة جدا وهي محور هذه المداخلة، وهو تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر لمهني الصحة. في هذا الإطار جاء مشروع نظر آخر وهو مشروع تكويني، مشروع نتج عن اتفاقية مشتركة بين وزارة الصحة، الجمعية المغربية للطب النفسي، الجمعية المغربية لداء الصرع، ومختبرات سانوفي. نظر آخر هدف هذا التكوين أو هدف هذا المشروع هو تعزيز التكفل بالأشخاص المصابين بالأمراض العقلية أو المصابين بالصرع، غايته تحسين ولوج الخدمات الصحية للمرضى اقتداء بتجربة فصام، وهي تجربة تمت بمرض الفصام وبتكوين الأطباء العامين في التكفل والعلاج مرضى الفصام، وذلك عن طريق تكوين الأطباء والممرضين في الكشف والتكفل العلاجي بالمصابين بأكثر الأمراض العقلية انتشارا، وهي أغلبها الأمراض التي تم نقاشها اليوم، منها مرض الفصام، مرض ثنائي القطب، الاضطرابات القلقية، الإدمان إلى غير ذلك. تم تكوين 24 طبيب و40 ممرض في الدار البيضاء، في جهة الدار البيضاء، بإشراف 3 أطباء مختصين. لنا الشرف أن يكون معنا اليوم الأستاذ قبيلة وهو أحد المؤطرين، الدكتور فرحات وهو طبيب مختص في سيدي مومن، والدكتورة مشتاق في مركز زيت مليل. من غاية مشروع نظر آخر إحداث شبكة علاجية، أن ريزو دو بروفيسيونيل، شبكة علاجية مكونة من أطباء أخصائيين في الطب النفسي وأطباء عامين وممرضين.
وطبعا دائما في نفس الإطار، دائما نفس الهدف، وهو مكافحة وصمة المرض العقلي وتوفير الأدوية بصفة منتظمة. وقد تمت برمجة هذا المشروع خلال الفترة الممتدة من أبريل 2013 إلى دجنبر 2018. تقدم المشروع داخل الدار البيضاء كان على الشكل التالي: بالنسبة للتكوين المستمر الذي استفاد منه الأطباء تقريبا حسب ما تلاحظون في هذا الجدول، بالنسبة لأغلب الأطباء تم التكوين في أغلب الاضطرابات العقلية ما عدا بالنسبة للصرع، هناك تأخر في الإنجاز. بالنسبة للأطباء المكونين تقريبا يعني 21 طبيب تم تكوينهم في جميع الأمراض المذكورة. الممرضين نفس الشيء، الممرضين كان عدد الممرضين المبرمج تكوينهم 40، تم تكوين 37 منهم. ايضا برنامج او مشروع نظر اخر تكلف بتكوين الجمعيات، او كان عنده يعني بند في تكوين الجمعيات، وذلك دائما في اطار محاربه الوصمه، وصمه المرضى ووصمه الاسر. تم تكوين بعض الجمعيات، منهم الجمعيه المغربيه لداء الصرع، جمعيه املي التي سبق وان ذكرت في تدخل الاستاذ خبيله، التي يعني تعمل في مجال تكوين الاسر ومساعدتهم في علاج مرضى الفصام، الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي، العصبة المغربية للصحة العقلية، والجمعية المغربية للتوحد. وبشكل عام تم تقييم التجربة على أنها كانت مرضية، وعبرت جميع الجمعيات عن رغبتها في المضي قدما بها. كانت هناك بعض معيقات المشروع خاصة بالنسبة لتكوين الأطباء في معالجة داء الصرع، يعني لا زال لم يتم بعد. طبيعة التجربة واختباريتها كان يتطلب تصحيح المسار تدريجيا، لذلك كانت المدة يعني ربما طويلة بالمقارنة مع عدد الأطباء المكونين. وهناك أيضا غياب تحمس بعض الأطر الطبية المشاركة، حتى هو كان من معيقات المشروع. طبعا اعتمدنا على هذا في هذا العرض على مراجع منها حصيلات عمل وحدة التكوين المستمر بجهة الدار البيضاء الكبرى، الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012-2016، وأيضا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة النفسية في المغرب ل 2012. شكرا.